كمان خرافة العفريت اللي كان بيجي كل سنة وكان بيتقدم ليه قربان من البنات العذارة كل السلام إليكم في كل مكان. معكم أنا فاطمة علي وهذه جولة من تطبيق الوراق. جولتنا النهاردة هتقف عند كتاب رحلات ابن بطوط. جزمت نفسي على هجرة الأحباب من الإناث والذكور وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور. دي العبارة اللي قالها ابن بطوطة الشهير بشمس الدين لما غادر بلاده بلاد المغرب وبدأ رحلته اللي استغرقت 29 سنة وقطع في خلالها 75 ألف ميل. بدأها بالسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة. وكان ابن بطوطة فنانا في فن الوصف وأكيد الموهبة دي مع حد بيسافر العالم كله شيء مثالي جدا لوصف التجربة ببراعة فنان. ولما تقرأ أي وصف لابن بطوطة تحس إنك بتشاهد تلفزيون أو فيلم من دقة وبراعة الوصف. فمثلا وصفه للبيت المقدس وقبة الصخرة وصفا دقيقا حتى يخيل إليك أنك تراها رؤية العين. ومن طرائف ابن بطوطة إن خلال رحلاته حول العالم تزوج 27 مرة وأنجب 70 ابن وابنة. فكان بيتزوج في كل بلد بيزورها امرأة وكان بيتميز بالذكاء والحكمة وما كانتش مجرد شخصية بتسافر حول العالم بل كان ليه آراءه ومواقفه اللي غيرت في كتير من البلاد اللي سافر منها وإليها. فمثلا سفره لجزر المالديف كان فيه عادة وتقليد غريب هناك جدا ان الناس كانت بتمشي عرايا وده كان شيء غريب بالنسبة له فكان بيعرض عن اي حد بيعمل كده وبيتجاهله ومع الوقت تغيرت العادة دي والناس بدأت ترتدي الملابس. كمان خرافة العفريت اللي كان بيجي كل سنة وكان بيتقدم ليه قربان من البنات العذارة. وفي يوم من الأيام راحت امرأة عجوز تستنجد بشخص يعتقد فيه الناس الصلاح وتقول له ان بنتها هي اللي عليها الدور السنة دي انها تكون ضحية العفريت. فتنكر في هيئة البنت وراح المكان اللي بيتم فيه وضع البنات. ولما أهل الجزيرة راحوا تاني يوم الصبح عشان يشوفوا جثمان البنت لقوه هو اللي موجود فزاد احترامهم ليه انه ضحى بنفسه عشان خاطر البنت وتم لغي الخرافة دي تماما وتعامل زي ضريح تقديس لذكراه. أما عن سفره للهند فكان فيه كتير من الغرائب والعجائب. فمثلا هو أول من عرف العالم ووصف الرجل اللي بيرتفع عن الأرض اللي من أشهر معالم الهند وقصة الفيل اللي قتلوا مجموعة من الرجال وما اكتفوش بكده بل أكلوا من لحمه كمان فخرج قطيع من الفيلة يهجم عليهم وكان بيقتلوا أي شخص كانت بتفوح منه رائحة لحم الفيل عدا رجل واحد فقط حمله قائد القطيع وكان رجل صالح وكمان ما كانش أكل من لحم الفيل. وكمان حضر ووصف لينا طقوس إحراق الأرملة مع زوجها المتوفى واللي كانت بتلقي نفسها من النار المشتعلة في مكان عالي وبيكون بينتظرها تحت عند النار مجموعة من الرجال للإحاطة بها يعني لو فكرت إنها تهرب من النار. وكان رماد الجثث دي بيتم رميه في نهر الغنج وهو نهر مقدس عند الهندوسيين والاستحمام فيه بمثابة الصلاة عند المسلمين من أجل التطور الروحاني كما يعتقد الهندوسيين. والكتير والكتير من الغرائب والعجائب اللي شافها ووصفها ابن بطوطة من خلال مغامراته وأسفاره حول العالم. ورغم كثرة أسفار ابن بطوطة إلا أنه وصى بدفن جثمانه في بلاده بلاد المغرب وبالفعل تم دفنه في درب ابن بطوطة وده هو المكان اللي كان بيعيش فيه بالقرب من سوق طنجة. وهنا نهاية جولة ابن بطوطة. وهنا احنا كمان جولتنا خلصت في كتاب رحلات ابن بطوطة. فاذا اعجبكم الفيديو فاخبروني في التعليقات وساضع لكم روابط تحميل تطبيق الوراق وبه كتاب رحلات ابن بطوطة مع خاصية الاستماع الى الكتاب صوتيا ومن جديد. كل السلام اليكم اينما كنتم وكيفما كنتم والى لقاء جديد.